عبقريه او ان هي عظيمه او ان هي اي حاجه لازم اقراها الاول، وهقول الايجابيات اللي فيها والسلبيات اللي فيها علشان يكون راي حيادي من متذوقه للادب ولا ناقده ولا اي حاجه، انا كاتبه. فانا هقول رايي بمنتهى الصراحه للاستاذ صفاء، وهنشر لك مقال على الفيسبوك برايي، وان شاء الله اكيد